خلينا على الأقل نحاول نخلص معادلات الـ V of T. هلأ أنا عشان أسهل أمور المعادلات حطيت مباشر رأس البارابولا هاي، رأس البارابولا هاي، رأس البارابولا هاي، ورأس البارابولا هاي اللي موجودة هون. هذول البارابولاز راح يكونوا بالشكل العام y minus y naught بتساوي half plus minus half x minus x naught تربيع، والخطوط المستقيمة راح تكون y minus y naught بتساوي 1 في x minus plus minus 1 x minus x naught، لأنه عندنا a بتساوي 1 وj، لأنه j كانت تساوي عندنا 1 meters per second cube، و a بتساوي 1 meters per second square، و v احنا حاطينها من هون. فبتصير عندي هلا v of t تساوي التايم سيجمنتس تبعتنا هون t more than equal to 0 less than 1، t more than equal to 1 less than 10 مش هيك، t more than equal to 10 less than 11، t more than equal to 11 لحد 60، t more than equal to 60 to 61، t more than equal to 61 الى 60 الى 70، وبعدين t more than equal to 70 less than 71. هذول كلهم سكن، وهاي طبعا متر بير سكن. اوكي، وهاي عندي هون v of t تساوي، ناخذ اول شيء عندي هون هاي راح تكون بلس، هذه بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، هاي بتمر بزيرو زيرو، فبتصير عندي y بتساوي half x سكوير، مضبوط؟ فبتصير هذه هون half t سكوير. بعدين عندي هون خط مستقيم، خط المستقيم بمر بالنقطة 1 و 0.5، فبتصير y minus 0.5 بتساوي 1 في x minus 1، فبتصير x minus 1 زائد نص ناقص نص تساوي y، فبتصير t minus 0.5. بعدين عندي هون بارابولا رأسها 11 و10، فعندي y minus 10 بتساوي ناقص نص، لأنه هاي البارابولا اللي تحت، في x minus 11 تربيع، فبتصير عندي y بتساوي ناقص نص في x ناقص 11 تربيع زائد 10، هون 10 ناقص نص في t minus 11 تربيع، 10 ناقص نص في t minus 11 تربيع. هلا هون عندي من 11 لهاي كونستانت مش هيك، اللي هي قيمة السرعة 10. بعدين عندي هون بارابولا نيجاتيف بارابولا تكون عندي وبتمر بالنقطتين 60 و10، واي ناقص 10 بتساوي ناقص نص في اكس ناقص 60 تربيع، فبتصير واي بتساوي 10 ناقص نص في تي ناقص 60 تربيع. وبعدين عندي هون خط مستقيم مائل، خط مستقيم ميلانه سالب، فعندي هون بتصير y minus بمر في النقطة 61 و 9 ونص، ف y ناقص 9 ونص بتساوي ناقص 1 في x ناقص 61، فبتصير y بتساوي minus x زائد 61 زائد 9 ونص، وتساوي minus x زائد 61 و 9 70 70 ونص، بتصير 70 ونص minus t. واخر شيء عندنا هون هاي البارابولا الراس تبعها 71 و0، فبتصير y minus 0 بتساوي half x minus 71 تربيع، فبتصير عندي v of t بتساوي نص t minus 71 تربيع. اوكي،
هات بالنسبة لمعادلات V of T